السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الارت. كالعادة شرح جديد. اليوم معنا ايردروب مهم جدا مثل باكري سواب تقريبا والجولد. طبعا هذا الايردروب لساته موجود, ونفس الشيء هذا اللي يسألني على الايردروبات لساتهم موجودين. اول شيء بنروح على الموقع, هذا هو تسوي كونكت واليت. طبعا بينانس سمارت تشين يدعم بينانس سمارت تشين فقط. بنسوي نفس الشيء اللي سويناه في الباكيري, نروح نسوي الكواديتي وهكذا. اول شيء بتروح تشتري العملة, بنروح نشتريها. انا اشتريت 1000 وشوية قطعة لنا حصل الرصيد واشتري اكتر. فهنا انت تختار البي ان بي مقابل بي ان بي بي. اوكي, تختار شو الكمية اللي راح تشتري. انا اشتريت 1200 قطعة. فبنروح نسوي الكواديتي قدامكم هنا, بي ان بي بارت بي ان بي سيلكت. اول شي بنروح على هنا بول. اوكي, اد الكواديتي بي ان بي مقابل بي ان بي بي. هذه بنشوف كم راح يعطينا الالف. لازم ادفع هذا, بس انا بختار اقل يعني 500. نشوف كم 500, حتى 500 ما عندي رصيد. 200 طيب, 100, وبسوي الكواليتي 100 عشان ادفع الفيز. اوكي, 170, نشوف 170, 200, كتير خلاص 170. هذه هي. اوكي, بسوي ابروف عشان اخلي رسوم. ندفع هذا الفيز. اوكي, بعدين سبلاي. خلاص كونفيرميشن, انتظر بس سبلاي. هذه هي, بنحط الكواليتي هذه كونفيرم سبلاي. بس احول رصيد وازيد الكواليتي مش مشكلة, اهم شيء نشترك في الايردروب. فالتوتال ما عندي, يمكن ما راح يمشي, ما عندي رصيد. نشوف على الله. اي خلاص خلص, سوينا الكواليتي كلوز. هذه هي, كم ضل؟ هذا باقي. خلاص هذه هي الكواليتي حكي. بعدين بنروح على هنا ماي واليت منيو, فبنسوي ال بي هذه سيلكت ابروف بي ام بي ال بي. ننتظر. كونفيرميشن. بس ندفع رصيد تجينا هاي الخانة حق الزائد. خلاص ندفع هذه الخانة حق الزائد. ماكس كونفيرم. ننتظر لين يخلص. خلاص خلص, وكده كنا شاركناه في الايردروب هذا. ان شاء الله يكون صادق, واكيد صادق لانه مثل البيك والجولد وهاي الامور. فاشتغلوا الايردروب هذا واشتروا العملة بسعرها رخيص, يعني سنت تقريبا, فاشتروها واستغلوها. ان شاء الله تكون هي من اوائل نفس الشيء. خلاص اشوفكم على خير في فيديو لاحق, مع السلامة.